السلام عليكم بنياتي وليداتي اخوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بارك عواشركم، تكونوا تعيطوا وتكونوا باحسن الاحوال، دوزتوا عيدكم بالصحه والهنا. اليوم بنياتي غادي ندير لكم واحد الوصفه تحت الطلبه المتتبعه، طلبتها مني في المباشر. عندها فطريات في الاظافر، عندها فطريات في الاظافر، بغات العلاج ديالهم ان شاء الله بعلاج يكون مجرب. يعني حنا كنديروا شي علاجات اللي كتكون مجربه وفايته قدامنا وشناها وجربوها الناس ونجحت معاهم. عندي واحد الوصفه من داكشي ناجحه ومضمونه ان شاء الله باذن الله، هي وصفه سهله لعلاج هاد الفطريات الاظافر، كتحيدهم نهائيا. هاد كما كنقول لكم راه مجربه. اولا اللي عنده هاد فطريات الاظافر كيتكونوا اولا من الاحذيه تكون ضيقه، من يعني خاصه ما تكونش عندكم احذيه ضيقه، تحاولوا تكون احذيه تشريوها سو ميزور، يعني قد ما تشريوهاش مزيره عليكم، كتبقى تزير على الاظافر حتى كيولي دوك الاظافر يعني مدبورين ومدكوكين على بعضياتهم حتى كيتكون فيهم هذاك المرض. وكاين مرض ديال السكري، الله يعافينا ويعافيكم، حتى هو كيجي هذوك الفطريات. المهم راه كاين بزاف المشاكل، غنوريكم بنياتي وليداتي العلاج ديالهم نهائيا ان شاء الله. الناس هذا السيد اللي عطانا هذه الوصفه راه فايد دايرها ودير شحال من وصفه وما نجحتش مع الا هذه الوصفه اللي غنعطيكم، راه نجحت معاه، هي الاخيره اللي دارت شحال من عام هو كيعاني من هاد فطريات الاظافر، ومني دار هاد الوصفه نجحت ليه غير بمكونات عندنا في المنزل، ما غنشيو حتى شي حاجه من برا المنزل. يعني كتكون حدانا سبحان الله العظيم واحد المكون ما كنعرفوش ليه بانه راه كيليق. اولا ان شاء الله غادي اللي عنده فطريه الاضاء الفطريه ديال في الاظافر غناخذ واحد اناء يكون فيه الماء دافي، يكون فيه الماء دافي اللي غنستحملوه، وهذا الماء يكون دافي اللي غنستحملوه، ما يكونش بارد، يكون دافي باش يرطب لينا دوك الاظافر اللي كيكون فيهم الفطريات. اش كنديروا؟ كنديروا واحد الاناء اللي اما تكون في رجلينا ولا في اظافر بيدينا ولا في اي بلاصه، كنديروا واحد البانيو بحال هكايا على قد رجلينا. انا كنوريكم العينه، هاد البانيو صغير كنديروا فيه هاد الماء الدافي اللي كيكون دافي اللي غنستحملوه باش غادي نرطبوا دوك الاظافر ديالنا ونعقموهم. كنديروا فيهم الملح، يعني الملح مزيان حسب الاناء اللي عندكم. بحال دوك كنتو غديروا الاناء ديال رجليكم، ديروا نص كاس ديال الملح ولا جيل العمار ديال الملح، الملح راه معقمه زوينه ما تخافوش منها. ديروا الملح، الملح راه مزيانه كتعقم. وغنديروا الخل، راني قلتها لبنتي اللي طلبت هذه الوصفه، قلتها لها في المباشر ولكن بلا باس نطبقها ليها. وغدير الخل عادي اللي هو اللي كنستعملوه، ها رخيص الخل ماشي شي غالي، الخل اللي هو عادي الا كان ديال الجن ديري كاس على الخل، يعني ديري داكشي يعني كثير، ما ديريش قليل ديال الخل، كديري هنايا الخل وكديري الملحه وكتذوبيهم مزيان. ها هما هي بحال هذوك، هاد الملحه دوكا ما دابتش، غندوبها ان شاء الله بحال هكايا، ها هي ندوبها بحال هكايا، وغنحطوا فيها اليد والرجلين اللي عندنا فيهم الفطريات في الاظافر، نحطوهم واحد نص ساعه ولا ساعه يبقاو محطوطين في داك الماء الدافي والخل. اش كيديروا؟ كيرطبوا لنا هاد الاظافر مزيان وتعقموهم، ما يبقاش عندهم فيهم هذوك ما كيبقاش فيهم الميكروبات، حيت الفطريات هما حيين، حاجه حيه، الا درنا لها واحد الخل والملح راه كنبداو نقتلوا ليهم في الميكروبات ديالهم باش يبداو يموتوا لينا يوم على يوم، لاننا خاصنا التعقيم بالخل والملح هو الاول. حتى كنحطوا واحد ساعه وحنا حاطينهم، من بعد كنجيبوا واحد شي حاجه اللي ننشفوا، كننشفوا مزيان الاظافر ديالنا، وحرصوا على هذا التنشيف راه مهم، راه مهم بزاف التنشيف، حيت اللي فيه الفطريات، حيت الفطريات كيعيشوا في الماء، كيعيشوا في الماء بزاف، يعني ما خاصش بنادم يخلي البلاصه اللي كتكون رجلين ولا كيكون يدين ما يخليهمش فيهم اثار ديال الماء نهائيا، باش داك الماء ما يبقاوش يعيشوا بهم دوك الفطريات. لان ملي نخليو الماء، الماء خاصنا نحيدوه نوبه وحده، كنمسحوه بحال هكا حتى كنشفوه، وغادي نديرو نتاقو ان شاء الله المرحله الثانيه ان شاء الله، تابعوا معايا.
بعد ما غسلنا ونشفنا البلاصه ديال الضفران اش كنديروا، كنقطعوهم بالمقص ديال الضفران. ضروري هذا المقص ديال الضفران باش كنقادوا كاع اي حاجه اللي هي زايده عندنا في الضفران، نقادوا الحواشي، نقادوا كلشي ضفراننا ديال رجلينا اللي ولا يدينا اللي فيهم هاد الفطريات. من بعد ما نقادوا ان شاء الله بهذا المقص ديال الضفران، لان ما خاصناش نبقاو نخليو الضفران طوال باش يجيو يجمعوا شنو الفطريات، يعني نحرصوا انهم نحيدوهم. كناخذوا واحد المبرد وكنبداو نبردو كاع داك الجواي لانها اللي فيهم اللي فيهم الحاجه الزايده، كنبردوهم نخليهمش مشنتفين باش ما يضرونا ما والو. كنديرو حتى من هاد اللي كيكونوا مجموعين هنايا حتى هما كنحيدوهم. عارفين بنياتي كيفاش كيحيدوهم، ها انتما حتى هاد الشيء اللي كيكون مجموع هنايا كنحيدو هاد، كتكون واحد الحيمه هنايا محيده، هي كنحيدو باش ما نخليوش الفطريات فين يتخزنوا نهائيا. يعني كلشي يعني كنحيدوهم، كنحيدو كلشي. محد دوك الضفران عندنا كيكونوا مع الخل والخل والملحه كيكونوا رطبين، كنبداو نجرو في هذا الشيء كنحيدو. ملي كنحيدو كلشي مزيان يعني كنمشيو مع الضفر بالضفر حتى كنجرو كامل كنحيدو. من بعد اش غنديرو امنياتي وليداتي، انتم غنتابعوا معايا هذه الطريقه راها مضمونه ان شاء الله. كنجيبو واحد الاناء ها هو واحد المعلقه، وكنديرو غنقول لكم واحد الدواء راها غتعجبو، دواء يعني عندنا في الدار. اشنو هي؟ هو الخميره الفوريه اللي كنديرو بها الخبز. هاد الخميره الفوريه اللي كتشوفوا فيها راه من داك الشيء. كناخذوا واحد جوج معالقات وناخذوا على قد الضفران اللي عندنا مراد، كناخذوا شويه الخميره الفوريه. غندير لكم انا العينه باش تعرفوا الخميره الفوريه ديال العجين ديال الخبز. وكناخذوا واحد نص حامضه، يعني نص حامضه انا جبتها من الفريكو، ها هي رطبتها لكم جبتها من الفريكو حيت كنحطوها انا في الفريكو باش ما كيخسرش ليا. كناخذوا هاد نص حامضه وكنعصروا على هاد الخميره بحال هكايا باش نخلطوهم ونردوها عجين بحال البوماده. يعني راه هذا دواء من داكش، ها نتوما غنوريكم الطريقه باش تمشيو معاها يعني تطبقوها كيما وريتكم، وغتردوا ليا الخبار بحال هكايا. غديروا هاد الحامضه بحال هكايا وغادي نخلطوا هاد الخميره مع هذيك الحامضه تتولي عجينه، تولي بحال البوماده. ها نتوما كتشوف كيفاش كتولي بوماده، يعني حل عجين، ما تكونش سائله وما تكونش كامله بزاف بحال اللي كنبغيو نطلب نديرو البوماده على شي جرحه ولا شي حاجه بحال. هانتوما كتشوفوا غادي نديرها قدامكم كتشوفوا كيفاش غديروا ليها باش شكلها نص ديال الوصفه النجاح ديالها هي التطبيق. الا طبقتيها مزيان غتنجح معاك. هانتوما كيفاش غادي نخلطها مزيان ونرجع لكم باش ما نطولش عليكم، بنياتي الفيديو. هانتوما كتشوفوا هانتوما بنياتي وليداتي والمتتبعه اللي طلباتها مني كتبقى تحركي فهاديك الخميره مع داك العصير ديال الحامض حتى كتنسجم مع بعضياتها وتولي واحد العجين كتله واحده بحال هكايا. ولا بانت لك يعني يعني ما جاريه زيدي شويه الخميره حتى تحصلي على واحد شكل بوماد. هي مني كتكون لي بحال هكايا مني غطبقيها على الاظافر ديال المصاب دغيا كتكرم كتكرم عليها كتولي يعني كتولي عجين. يعني هي خاصها تطبق ان شاء الله، غنوريكم كيفاش غطبقوها ان شاء الله. بحال هكايا وليداتي كتبقى كديري فيها حتى كتشوفي صافي قاديتها كتشيل الضفر اللي حنايا قاديناه ويعني وصوبناه وبردناه. كنجيبو فيه نجيبو لي ديك العجين ديال الخميره وكنديرو عليها بحال هكا عمروه مزيان وتكون كثر من هكا يعني 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 عاقده من هكايا. ها نتوما تشوف عقدوها على هاد الطريق اللي درتها انايا، يعني دير بحال هكايا عموها مزيان كامل بحال غدير حنه كبحال شكل الحنه. غتعمي هاد الاظافر كلهم اللي مصابين وتخليهم حتى ينشفوا. المصاب ينشفوا ليه، ملي كينشفوا كتخليهم بحال هكايا عامرين مزيان. كتشوفي انهم راه عمرو. بعد كون غناخد هاد الشويه اللي هي عجين وغنلصقها مزيان باش يبان ليكم. ها نتوما ها هو
هكا تلصقي مزيان على 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 الظفر هكا كيولي الظفر هكا ملي كيعمر هاد الحميره مع الحامض كتخليه ينشف ملي كينشف يبقى شاد السيد ولا السيده تبقى بالظفر الظفر ديالهم حتى كينشفوا ملي كينشفوا اش كديروا بنياتي كدير عليهم واحد سبالادرات يعني بحال شكل لصقات صيد ديال الصيدليه بحال هاد الشكل بحال هاد الشكل غنقول لكم بحال هاد الشكل اللي كنقول لكم ها هما هي هاد الشكل كتحل لي بحال هذيك يعني نوريها لكم نحلها لكم خدام مع بيد ها هكايا بحال هاد الشكل كتصاوبوا كتحلوها وكديروها بحال هكايا كل فتره كتنشفوا ما يبقاوش هي هكايا ملي كنشفوا كنديروا لهم بحال هادو سبالادرات كنشدوهم مزيان صافي والسيد ولا السيده كتلبس عليهم تقيشرات ولا يدين تير صباعات وتبات بيهم تبات بيهم ليله هما بحال هكايا حتى الغد وعاد يتغسلوا وتعاود ثاني تطبق يوميا يعني يوميا في الاول من بعد غتولي دير عير مره جوج في السيمانه ديريهم وغتشوفي النتيجه غادي يمشي بوحدو من بعد ملي غادي نغسلها غنوريكم ملي كتغسلوها اشنو غديروا تابعوا معايا نرجع لكم مني بعد ما صافي الصباح كتبات كنغسلوا هذاك هذيك العجين تاع الخميره والحامض كنغسلوها صافي اش كنديروا كنديروا يا اما الصباغه ديال الضفران ولا داك الصباغه اللي ما كتعطيش اللون شفتوا ما اشنو عندكم كدير هاد الصباغه مزيان واللي ما عندوش هاد الصباغه يقدر يدير غير هاد الماء ديال الصباغه هاد الماء راه فيها واحد لانكول راه مزيان هاد هاد هذا كتدي هاد الماء ديال الصباغه كطبقوا عليه فوق من هاد فوق من هاد الضفران بحال هكا كدير واحد القطن بحال هكا القطن وكن كدير على الضفر بحال هكايا بواحد القطن بحال هكايا كدير تخليه هاد هذا حتى هو راه معقم كيخليش ديك الفطريات كيبقاو كديري هادي يوميا ملي كتسالي من هاد التطبيق كتسالي كديري هادي ولا كدير هذا الا ما عندكش هادشي كامل الا ما عندكش كتقدر دير الفازلين الفازلين حتى هو مزيان الفازلين حتى هو كيرطب هاد الاظافر كتقدري دير الاظافر ليهم هاد الفازلين كتعمريهم بهاد الفازلين مزيان وكتخليها هاد هذا كتخلي هاد الاظافر كيبقاو رطبين بهاد الفازلين بحال هكايا كتقدري ديري هذا وكديري من ورا هاد الفازلين الا عندك كاع هادو كيداروا مزيانين كديريهم يعني الانسان اللي داهم راها الطريقه مضمونه وزوينه عا جربيها بنيتي اللي وخطبت لي هاد الوصفه جربي هاد الطريقه وغتلقاي النتيجه وباش ما كان ردي عليا المره الاولى ديري يوميا المره ملي تبدا يخفف لك بدا يتخفوا بداو شويه ينقصوا ديري غير جوج مرات ثلاثه مرات في السيمانه كاع ما تقوي بزاف ديال جوج مرات ثلاث مرات في السيمانه ديري مطبقيها في الليل باش الا كنتي كتشقاي ولا كتمشي الماء بلا ما تضيعي الوصفه حتى تبغي تنعسي تبغي تمشي للفراش ديالك طبقي هذه الوصفه اللي عطيتك وعاد سيري للفراش ديالك اليوم تقيشرات ولا ليكات الغد غسليهم وطبقي هادشي اللي قلت لك وما يكون على خير ان شاء الله هادشي اللي بغيت نقول لكم بنياتي وكنسلم عليكم كاملين بنياتي داخل الوطن وخارج الوطن ونتمنى نكون وصلتكم وفهمتكم الطريقه لهاد الوصفه اللي طلبتها ليا بنتي والله يحفظها والله يشافيها ويشافي لها كل امراض يا ربي لا يطيح شي حد في الامراض يا ربي وتشافيكم وتبعد عليكم كل امراض يا ربي والسلام عليكم الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.